بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومواله. إن الله خبير بما تعملون، وردت في المائدة والنور والحشر بهذه الصيغة، إن الله خبير بما تعملون، ونضبطها بأن نأخذ آيات الموجودة فيها: إن الله خبير بما تعملون، كونوا قوامين لله وأطيعوا بالمعروف، ولتنظر نفس ما قدمت لغد. كونوا قوامين لله في المائدة، وأطيعوا بالمعروف طاعة معروفة في سورة النور، ولتنظر نفس ما قدمت لغد في سورة الحشر. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.